بالنسبة للتعاقد مع مدرب جديد، احنا اليوم حاضر معنا واحد الاخ من مدينة سطات، يلا دخل من كندا، دخل في شهر 6 من كندا وظل معنا اليوم وتناقشنا معاه، وهذا وغادي يعقد المكتب المسير الفريق شباب بنقرير، غادي يعقد واحد الاجتماع طارئ الحسم في بعض الملفات ديال الاخوان المدربين اللي قدموا الطلبات ديالهم على اساس انهم يشتغلوا مع شباب بنقرير كرة القدم. حنا اليوم استمعنا لهذا الاخ هذا، استمعنا للمتطلبات ديالو والطريقه باش بغى يشتغل وداك الشيء، حنا غادي نبلغوا الاخوان كاملين في المكتب وغادي نستمعوا للمدربين الاخرين خلال الاسبوع. غير اللي خص يعرفوا الجماهير ديال الشباب هو ان الحاج دريس غادي يتكلف خلال هذا الاسبوع الجاي، لاننا بغينا نطريثوا وما بغيناش نصرعوا في اتخاذ القرار باش نحسموا في ملف ديال المدرب اللي غادي يمكن يمشي معنا حتى لاخر البطوله ان شاء الله. اما فيما يخص النتيجه ديال اليوم فهي تتزكي العمل اللي تيتقام مع الاخوان جزاهم الله، وتتزكي باننا غادي نمشيو بدون الرجعه في المواقف ديالنا وفي التاديب ديال كل من سولت له نفسه انه يعرض هذا الفريق هذا للمشاكل ويعرضه للهزائم ويعرضه للقيل والقال. نحن نشتغل في الشفافيه، نشتغل باطار ديمقراطي، نشتغل في حوار كامل ولا نتخذ القرارات بصفه فرديه، بل ان المحاضر تثبت على اننا نشتغل بصفه جماعيه كيف ما قلت سابقا، وحنا غادي نبقاو في هذا العمل هذا، والاذان ديالنا راها مفتوحه والقلوب ديالنا راها مفتوحه لكل غيورين على هذا الفريق هذا، واللي بغى يجي يمد يد المساعده لهذا الفريق مرحبا به، واللي بغى يشوش واللي بغى يصطاد في الماء العاكر فتنطلبوا منه انه ينسحب بكل هدوء، لاننا احنا اسلوبنا هو العمل ولا شيء الا العمل. المهم تنعتقد ان المقابله اليوم راه ابانت على بزاف ديال الحقائق، ومن جملتها انه المشاكل اللي كانت كتربص فيها الفريق وكتخبط فيها الفريق برومتو هي اللي كانت كتعطي نتائج سلبيه. اليوم اللي كاينه اجواء خلال الاسبوع كامل واجواء اللي هي رياضيه محضه، ما كاينش فيها اكثر التعليمات، ما كاينش فيها اكثر التدخلات، ربما المشاهد اللي تتبع الاشواط راه مش مرتاح بالنتيجه. انتم كوسائل الاعلام راكم رايتوا اليوم ان كاينه فرجه وكاين اصابات وكاين تسجيل، والغايه هي ان راه ثلاثه ديال النقاط اللي حصلتنا الترتيب ديالنا ورجعت نظم الصفوف اللي كنتواجدوا فيها. وخلاصه القول اتمنى من جميع الفعاليات اللي تتحب وتتغير على فريق بنقرير انها تخلي المشاكل مورا السور ديال الملعب وتخدم المصلحه العامه ديال الفريق داخل الملعب وتكون تشجيعات في المستوى، ونتمنى التوفيق لكل شيء. هذا هو اول ماتش ديالو. شكرا ديال الفرقة ان شاء الله واللاعبين تسووا ديباجي ونشكرهم كاملين، ونشكر اللاعب فراكات سجلوا الهدف الاول ان شاء الله شحال ديال الفرقة باش نمشيو في المسار. فراكات كتشكل لي كل فريق المدربين شي مشكل بالنسبة لك انت لاعبين؟ الحمد لله في الفريق ديالنا، ونشكر الناس بانهم شكروا.